بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله تعالى في الفيديو هنتكلم عن الانفورميشن سيكيورتي بوليسي. إيه هي السياسات اللي بتضمن لي الانفورميشن سيكيورتي بوليسي، وإن إحنا إزاي نحط هذه السياسات، وإيه اللي متعارف عليه أو الكومن ترمينولوجيز أو الكي تيرمز اللي أنا المفروض أحط بيها سياسات أضمن بيها الأمان أو درجات الأمان المختلفة للمعلومات. كأوفر فيو، الانفورميشن سيكيورتي بوليسي دي عباره عن ايه، او السياسه دي عباره عن ايه؟ السياسه دي عباره عن ان انت بتحط فورمال شكل كده انت بتتفق عليه، بيبقى دوكيومنتد، عباره عن شويه قواعد وجايد لاينز الاورجنايزيشن بتحطها وتعمل لها استابليش، بحيث ان هي تبقى ضامنه او يعني متاكده ان هيحصل امان للاسيتس بتاعتها، وهتضمن السريه. طبعا هتضمن الثالوث اللي كنا اتكلمنا عليه، سي اي اي، اللي هو ان الحاجه ان الانفورميشن دي كونفيدنشال، ان الانفورميشن دي انتجريتي فيها درجه سلامه معينه، وطبعا والافيلابيلتي ان الداتا دي افيلبل للاثورايزد يوزرز. البوليسي او السياسه دي هي عباره عن فريم ورك الاورجنايزيشن بيستخدمه عشان خاطر يدير المخاطر المحتمله، ويدير التشالنجز اللي ممكن حد يكشف بيها المعلومات اللي عندك او المعلومات اللي هي ستورد عندك، وبيديفاين بيها ايه الاكسبتبل بيهيفير، يعني ايه اللي مسموح له يعمل ايه وايه اللي مش مسموح له يعمل ايه، وبيحط طبعا الاكسبكتيشنز التوقعات المختلفه، وطبعا ده بيبقى اكروس الاورجانيزيشن كلها، سواء كانوا موظفين او شركاء او ستيك هولدرز، الناس ماسكين الشركه او الكلام ده كله او الاورجانيزيشن. وبالتالي ده بيساعد الاورجانيزيشنز ان هي بتابلاي او بتكومبلاي، بتبدا تستخدم يعني الحاجات دي او السكيورتي دوكيمنت دي، بحيث ان هو اي حد جاي والله انا عندي درجه الامان المعينه اللي بتضمن لي ان المعلومه دي سكيور بنسبه 100%. فده طبعا دي فائده البوليسي، ان انت بتحط سكيورتي بوليسي معينه، سياسه معينه لدرجات الامان لحمايه الاسيتس بتاعتك وحمايه المعلومات اللي عندك، وده بيساعد او السياسه دي بتساعد ان هي تعرف او تخليك تعرف تدير المخاطر اللي ممكن محتملة عليك، ان حد ممكن يسرق الداتا بتاعتك، او حد ممكن يدمر الاسيتس بتاعتك، او حد ممكن يعمل ميس بيهيف او سوء تصرف بشكل معين جوه الاورجانيزيشن وهكذا. فالبوليسي دي او السياسة دي بتخليك تتحكم في شكل المعلومات وشكل الاورجانيزيشن اللي عندك. فهي دي فايدة الانفورميشن سيكيورتي بوليسي، انت بتحط سياسة تمانج بيها كل درجات الأمان للمعلومات وكل المخاطر وكل الحاجات والاكسبكتيشنز والتوقعات والكلام ده كله للأورجانيزيشن بتاعتك. طيب الإفكتيف انفورميشن سيكيورتي بوليسي دي لازم يبقى جواها شوية حاجات، يعني هي دي كتمبلت أو كشكل كده متقالب كده متعارف عليه، لازم يبقى فيها شوية حاجات. أول حاجة لازم يبقى جواها بيربوس اللي هو الغرض، ودي كلير ستيتمنت أنت بتحط فيها بتأوتلاين فيها إيه الهدف من البوليسي بتاعتك، ايه الاوبجكتيفز بتاعتك والكوميتمنت بتاعتك، ان انت الالتزام بتاعك ان انت تابلاي هذه السياسه جوه المنظمه. تاني حاجه السكوب، هتكفر ايه وما تكفرش ايه، يعني انت هتحط ايه وما تحطش ايه، هتضمن درجات الامان للداتا مثلا، للبيرسونال، للاسيتس وهكذا. فانت بتحط السكوب اللي هو بيضمن لاي حد يشوف جوه الاورجانيزيشن او بره الاورجانيزيشن ايه اللي انت عامله كفرنج، ايه اللي انت مغطيه جوه هذه الوثيقه او جوه الجايد لاينز او شويه القواعد اللي انت حاططها. تالت حاجه هي الرولز اند ريسبونسبيلتيز، اللي هي ايه بقى الرولز اند ريسبونسبيلتيز، الادوار والمسؤوليات، مين بيعمل ايه ومين مصرح ليه يشوف ايه ومين ياكسس مين ومين ما يشوفش ايه، وده بالتالي بيعمل انفورسنج للبوليسي، بحيث ان هو كل واحد مصرح ليه بان هو يعمل حاجه معينه او يعمل اكشن معين بيعمله، وما ينفعش طبعا الافيلابيلتي للداتا طبعا بتبقى انت ضامنها للاثورايزد يوزرز، وزي ما احنا قلنا الكونفيدنشال اللي هي المعلومات السنسيتيف ما حدش يشوفها غير الناس اللي هي مصرح ليها ان هي تشوفها وهكذا. فانت بتحط في الوثيقه دي او في البوليسي دي الرولز اند ريسبونسبيلتيز، بحيث ان انت تضمن بشكل طبيعي ان كل واحد دوره ايه، بيعمل ايه، مسموح ليه ايه. هذه الوثيقة مفروض إن هي بتجسد الشكل ده أو rules and responsibilities. تالت حاجة هي الأسيت مانجمنت. أسيت مانجمنت دي
دي عبارة عن جايد لاينز بتديك، بتقدر تايدنتيفاي وتكلاسيفاي وتمانج فيها الاورجنايزيشن انفورميشن اسيتس عندك، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اجهزة الكمبيوتر دي تعتبر اسيت، البرينتر تعتبر اسيت، كل ما هو حاجة انت بتقدر، فانت بتحاول ان انت تكلاسيفاي تصنف وتحاول ان انت تمانج تدير المعلومات عن هذه الاسيت بحيث ان انت تضمن بروتكشن ليفلز معينة للاسيتس اللي موجودة جوه الاورجنايزيشن. رابع حاجة ودي مهمة جدا 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 وكومن كي وورد، اسمها الاكسس كنترولز. الاكسس كنترولز مين يقدر يشوف ايه؟ مين مصرح ليه يعمل ايه؟ مين مش مصرح ليه ان هو يشوف حاجة معينة؟ مين مصرح ليه ان هو يشوف بيانات زمايله واللي تحته؟ ده اسمها الاكسس كنترول. دي عبارة عن مجموعة من القواعد بتجرانتي، بتسمح ليك ان انت تاكسس سيستم ليفلز معينة، مستويات معينة من السيستم، البيانات بتاعت الناس، واليوزر اوثنتيكيشن اللي هو زي لما انت تلوجن على السيستم تشوف ايه، والاوثورايزيشن ان انت ليك ان انت تاديت مثلا معلومات حد معين، واحد تاني ملوش صلاحيات ان هو يأدت، واحد مصرح ليه ان هو يمسح داتا حد معين، واحد تاني مش مصرح ليه، وهكذا. باسورد مانجمنت، انت تقدر تغير الباسورد بتاعت شخص معين، تقدر تحط اكسبيريشن رولز، كل دي اسمها ايه؟ تقع تحت الاكسس كنترول. رقم ستة جوه هذه الوثيقة حاجة بيسموها الانسيدنت ريسبونس. انسيدنت ريسبونس يعني ايه بقى؟ ان انت لو حصلت عندك مشكلة او سكيورتي انسيدنت، الانسيدنت يعني مشكلة او يعني حاجة حصلت، مشكلة في السكيورتي او جاب حصلت او بريتش او يعني الحاجات دي يعني، فانت ازاي ترسبوند بقى، ازاي تستجيب للانسيدنت دي؟ فانت بتحط بروسيجر ازاي تتعامل مع اي مشكلة او سكيورتي انسيدنت، مشاكل سكيورتي، والاسكليشن باسز. يعني ايه الاسكليشن باسز؟ يعني اروح لمين واشتكي لمين، ومين اللي المفروض يحلها، ومين اللي المفروض يتعامل معاها، المفروض في ليفلز، المفروض L1 اروح اول واحد يبدأ يتعامل مع المشكلة، ما عرفش يروح L2، L2 ما عرفش يروح L3، وهكذا. دي لاينز بيمشي فيها الانسيدنت بتاعتك. النقطة رقم سبعة هي الفيزيكال سيكيورتي. الفيزيكال سيكيورتي، واحنا قلنا اي حاجة فيزيكال كل ما هو ملموس فهو فيزيكال، فهو الفيزيكال سيكيورتي هو الميجرمنتس او المقاييس اللي انت بتحطها عشان تحمي الاورجنايزيشن بتاعتك وتحمي الاسيتس بتاعتك من الان اوثورايزد اكسس او دامج. يعني حد ممكن يبقى يحط برنامج على جهاز معين، الجهاز ده هو بيبدا يسرق منه المعلومات بتاعتك، فبيسبب دامج للانفورميشن سيستم بتاعك. ممكن حد تاني بيحاول ان هو يتعامل مع شكل معين من الفاسيلتيز بتاعت الاورجنايزيشن، فهو يبدا يبوظ ده بالان اوثورايزد اكسس، ان هو عمل اكسس للاسيت وبوظه. طيب النقطة رقم 8 هي تريننج اند اويرنس. لازم يبقى في درجة من الوعي للموظف اللي هيبدأ يابلاي هذه السكيورتي، ودي ريكويرمنتس للريجولار امبلوي تريننج واويرنس بروجرامز، عشان يبدأ يفهموا البوليسي دي شغالة ازاي، والبوليسي دي وازاي يكومبلاي على البوليسي دي، وطبعا يفهم يخلي بيرسون في بيرسون اندرستاند عشان تفهم بيها الريسبونسبيلتيز والمسؤوليات بتاعت الشخص ده، وازاي يبدأ يبقى فاهم ازاي يابلاي البوليسي دي بشكل طبيعي. اللي بعد كده هو المونيتورنج اند اوديتنج. يعني انت لازم تبدأ بعد، طالما حطيت وثيقة والوثيقة دي فيها اليمنتس معينة وفيها حاجات معينة انت لازم تبقى فاهمها، فبتعمل مونيتورنج. مونيتورنج يعني مراقبة. اوديتنج يعني ايه؟ يعني تقدر ان انت تسأل الشخص ده انت عملت دي ليه وما عملتش دي ليه، ولا انت بتابلاي كده بطريقه مظبوطه ولا لا. اوديتنج يعني بتبدا تعمل مراجعه بقى على الحاجات، يعني مونيتورنج مراقبه، اوديتنج هي مراجعه بقى للاكشنز اللي حصلت خلال السكيورتي بروسيس اللي حصلت. فطبعا ده بيبقى فيه ريجولر اوديتس، يعني مراجعات بصفه مستمره، وفي ريفيوز، والحاجات اللي انت محتاج فيها يعني الاريز اوف فور امبروفمنتس، انت بتقدر تشوف المناطق اللي انت محتاج تتحسن فيها، وتقدر تقول له المناطق اللي هو يقدر يتحسن فيها ويعدل فيها، بحيث ان هو يضمن يعني الاوبتيمال سكيورتي ليفل اللي ممكن يتحقق. النقطة الأخيرة هي البوليسي ريفيو اند ابديتس. البوليسي ريفيو اند ابديتس طبعا هي مختلفة عن المونيتورنج اند ابديتس.
الريفيو هنا والابديتس هو ان انت تقدر يعني بناء على المونيتورنج اند اوديتنج تقدر تغير السياسات، تقدر تغير السياسات اللي هي استابلشد في اول بوينت، بحيث ان انت تريفيو كل فتره بيريودكلي. يعني ايه؟ يعني كل فتره باستمرار، يعني كل شهر تعمل اجتماع كده بتراجع فيه البوليسي، تشوف الناس هي اللي هي طبقت فعلا البوليسي مظبوط ولا لا، وهل هي فعلا افكتيف، وهل هي aligned مع الاورجنايزيشن، وهل الناس مش بتعمل ميس يوز سوء استخدام ليها، وهل في ثريد انسيدنتس حصلت، هل في مشاكل حصلت، اتعاملنا مع المشاكل دي ازاي، عملنا مونيتورنج ازاي، بنكومبلماي مع البيربوس اساسا اللي حاطينه البوليسي ولا لا. كل ده هو بوليسي ريفيو. بعد كده لو انت محتاج ابديت، يعني انا جيت عملت السياسه دي وفجاه اكتشفت ان انا اتعاملت مع الانسيدنتس بشكل خطا عشان البوليسي ما كانتش كومبليت مثلا، او ما كانش فيها كل المعلومات الكفايه، بضطر في هذه اللحظه ان انا ابدا اعمل البوليسي ابديتس اللي هي تبقى aligned مع الاورجنايزيشن سكيورتي بيربوس، ومع تضمن لي طبعا الهاي ليفل اوف سكيورتي. ده كان ببساطه شديده جدا الانفورميشن سكيورتي بوليسي، وازاي ان انت بتبدا ابلاي، او يعني ايه الاليمنتس اللي بتبقى موجوده جوه هذه الوثيقه لوضع سياسات تضمن درجات الامان المختلفه للمعلومات. طبعا يعني كسامري، الانفورميشن سكيورتي دي كريتيكال كومبوننت، حاجه مهمه جدا للاورجانيزيشن اوفر اول سكيورتي استراتيجي، وطبعا هي الفاونديشن، هي الاساس او النواه الاساسيه ان انت تبدا تعمل الادمنستريتيف كنترولز على الناس، وتبدا تابلاي درجات الامان المختلفه للانفورميشن اسيتس اللي موجوده جوه الاورجانيزيشن، وتقدر تعمل التكنيكال ميجرز اللي انت تشوف بقى هل في حاجه ممكن تسبب لك مشاكل قدام ولا لا. كل ده هو بيضمنه الانفورميشن سيكيورتي بوليسي. شكرا جزيلا محمد.